المواطنون بمدينة طبنراس استحسنوا المبادرة التي قام بها أحد التجار من خلال تخفيض نسبة 20% من المواد ذات الاستهلاك الواسع والتي يكثر عليها الطلب هذه الأيام. والله هذه مبادرة طيبة في هذه المحنة، بعد ما رأينا أن معظم التجار تسارعوا إلى زيادة الأسعار وصارت السلع غالية على المواطن، صرت صاحب الدخل الضعيف. يعني هذه مبادرة طيبة من صاحب المحل، يعني مشكور عليها جزيل الشكر، ونتمنى أنهم يقتدوا به باقي محلات ولاية تمرس. المبادرة مريقلة هذه إن شاء الله، وإن شاء الله تفيد على المسلمين الحمد لله. شكرا لهذا المحل، لهذا الإنسان، ربي يبارك ما شاء الله في الأسعار التالية، ربي يبارك ما شاء الله في الأسعار في الخضر وفي كل المواد الغذائية، يا ربي ما شاء الله يا ربي. صاحب المحل أشار بأن الوقت حان من أجل أن نثبت وقوفنا جنبا إلى جنب على درب أسلافنا وقت الثورة التحريرية، كما صرح بأن كل المواد التي يطلبها المواطن متوفرة وبكميات كبيرة وأنه مستعد لجلب المزيد. احنا ندلنا مبادرة اليوم تاع تخفيض 20% في المواد الأساسية باش نشجعوا الشعب، باش الشعب ما يتقلقش على الوباء اللي جانا. المواد الأساسية اللي يحتاجها الشعب في هذا الموقع هذا متوفرة وكاينة بكمية كاينة، الله يبارك. هذا ونشير إلى أن بعض التجار خصوصا في أسواق الخضر والفواكه سارعوا إلى مضاعفة الأسعار، معبرين بخلال ذلك عن جشعهم وطمعهم وعدم مراعاتهم للظروف التي تمر بها البلاد هذه الأيام.